السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شفت فيديوهات ليوتيوبرز أجانب ناجحين بقنواتهم أنه عم يحكوا كي شو الطرق والأساليب والتجارب اللي استخدموها لحتى صاروا يجيبوا هيك أرباح عالية. وشفت فيديوهات كتير وجمعت لكم المعلومات المشتركة وأشياء بتفيد وبتشجع كتير بصراحة. وتعودت أنه مثل ما أنا أستفيد من المعلومة أنه دائما شارككم بالمعلومة المفيدة نستفيد مع بعض فيها ورزق على الله بالأخير. فكان كتير في أشياء مشجعة. مثلا إحدى اليوتيوبرات عم تقول الأجانب، يعني طبعا عم لكم أنه الفيديو تبعها مثلا جايب لها 3500 مليون بيربح مثلا هلأ صار بعد ما جبلة يعني 3500. تخيلوا فيديو واحد بس جبلة بالشهر مثلا 3500، باليوم صار يجبلة 400. يعني طبعا كل من شهر بصير بيربح تلقائي، تمام؟ فإنه شو الأشياء اللي عملوها يعني بالإجماع، يعني اللي أنا شفتهم هدول إنه شو الأشياء. فأنا حبيت اختصر عليكم الوقت ما تعودوا تتابعوا هدول الفيديوهات وتضيعوا وقتكم وكذا، بما أنه أنا هيك خلص شفتهم وهيك. فمنشوف مع بعض ونجرب وشوفوا أرباحكم وقارنوا وحطوها هلأ، وبعد أسبوع رجعوا شوفوا النتائج هتتغير معكم ولا لا. وحنبلش مع بعض شو عملت أو شو عملوا كذا حدا. مثلا هلأ في وحدة قالت لنا أنه تدخلوا من هون، من أول شيء من قناتك، من الصورة نضغط بعدين على كلمة قناتك. هلا في شغلات أنا بعرف يعني من الأول بعرفها بعملها أصلا أنا عندي، بس في أشياء والله جديدة يعني ما بعرفها أول مرة بشوفها. بعدين بنفوت على تخصيص القناة، بعدين بنفوت على هون فوق هيك تبع مشترك اللي فوق، ضغط عليها. بعدين بنروح على مدير الفيديو. يلا هدول الإعلانات عم تطلع تحت خليها، معلش نصيبهم انه تطلع مو مشكلة. طيب هلا بنروح على هون، هاي الاشعارات انا عملتها عندي تطلع على سطح المكتب حتى اللي انا عندهم روح زورهم. طيب ماشي، بنفوت هلا هون، لحظة بننزل هون لتحت. شوفوا هلا انا هاي بصراحة كنت دائما يعني مفعل الكل، كنت تمام كنت مفعل الكل. هدول شو قالوا؟ لا انه هاي بتشيلوها وهي بتشيلوها. اول تنتين الاعلانات التي تظهر على سطح الفيديو وبطاقات دعائية، تمام هدول التنتين شالوهم. قال ليش؟ قال لانه على هدول الارباح دائما عليهم السنسات قليله. هلا نحن ما بننسى كمان، يعني هيك معلومه لكم اياها، انه نحن بنعرف القنوات الاجنبيه اصلا هيك بتربح، بس مو لدرجه هيك مبالغ خياليه. يعني هدول طبعا يعني حتى عندهم ربحهم كتير خيالي، ماشي بهذا الشكل انه 400 باليوم لا. فانه كونهم جربوا هاي التجربه وربحوا، اذا يعني عندنا بتزبط وعندهم بتزبط، ما تقولوا لي انه لانه قنوات اجنبيه وهيك. فقالوا انه هدول دائما بيكونوا السنسات تبعهم قليله والمبالغ الاعلى بتكون عند هدول مثلا اللي هون. فانه هيك مثلا بيكون اليوتيوب مثلا بده يحط المعلنين، يعني بده يحطوا عندك الارباح، مثلا بده يحطوا لك اثنين على الفيديو تبعك، فممكن يختاروا لك الاثنين من هون فتربح قليل. لا هيك انت شو يعني قيدت حالك انه اكتر يكون المبلغ، يعني هن هيك قالوا تمام. ونحن حنطبق اللي قالوا. اذا اول شيء شو عملنا؟ امنا الصح من هون ومن هون، بنجي لهون تبع الفواصل الاعلانيه. هلا انا من الناس اللي كنت مثلا انه كل شوي بدي اعمل ادراج اعلان، مثلا شفتوا كيف ادراج اعلان كل يعني شوي بتاخذوها بنعمل يعني مثلا هيك. لا هذا غلط، طلع هذا الشيء غلط. هذا الشيء شو بنعمل؟ بنروح لعند هلا في عندي خيارين هون تمام، تعديل الفواصل الاعلانيه بنضغط، هي كانت يدويا بس على الجديد هلا قاموا كلمه يدويا. فشو بنعمل هون؟ كاترول واي حرف الاي او تحديد الكل مثلا، ممكن نعملها كمان هيك تحديد الكل، اختر الكل وبنحذفهم وبنعمل تعديل الاعلان. هلا بقى شوفوا كيف راحت الفواصل الإعلانية مشان انتوا بقى تحطوا. كيف بدنا نحط الفواصل الإعلانية؟ بنروح على حاجبها من الاستديو، بدي اجيب الإحصائيات الفيديو،
هذا الفيديو اللي عم نحكي عنه، منروح على الإحصائيات، الإحصاءات. شايفين؟ هلأ ننزل عند جملة الاحتفاظ بالجمهور. هاي شو عندي أنا هو مثلا 22%، 7.7%، يعني الناس بتفوت بتشوف لعند الدقيقة 8 هو 35 دقيقة، هذا المقطع اللي عم بحكي عنه. فالناس بتفوت بتشوف 8 دقايق عفوا، وبتبلش تطلع من بعد 8. إذا وين الإعلانات لازم تنحط؟ قبل 8. وانتو كل واحد هذا بيختلف عندكم، مثلا في ناس 2 بيكون عند الدقيقة 2 مثلا ببلشوا يطلعوا، في ناس أكثر أقل، هكذا. تمام. بعدين بنفوت على الاطلاع على المزيد. طيب شوفوا معي هون شلون، شايفين هذا الدليل الرسمي البياني مثل ما لنا شايفين، شايفين هون هيك حطوا بس السهم وقفوا، شوفوا كل ما كان أوله بيكون الرقم أعلى 89%. شايفين عند الثانية 21 في 69% بيشوفوها مثلا، يعني هذا الكلام معناه 43 ثانية 60% بيشوفوها، هكذا. ما تروحوا تحطوا الإعلانات، هيك قالوا إنه ما تحطوا الإعلانات مطرح ما بيكون هون الجمهور عم يطلع، يعني غالبا إنه هون بيطلع الجمهور، لأ أنتوا حطوهم يعني مثلا ببداية، يعني شوفوا كيف مثلا هيك. هلا انا محطوط عندي لعند الدقيقة 8 مثلا، لعند 8 وقبل فيني حط، الاحسن انكم تحطوا لك هون مثلا، فينا نحطه عند الدقيقة 43 وعند الدقيقة 2.5 مثلا، او عند الدقيقة 1.47، ماشي احفظوهم هدول. طيب بنرجع هلا مطرح ما كنا. اذا هحط انا عند هون بالبداية، هعمل إدراج إعلان، نضغط بس على هاي، حطينا الإعلان هيك، وكمان هون واحد بس بكفي، هيك هيك قبل الفيديو في إعلان وبعد الفيديو في إعلان، وهدول اثنين صاروا أربعة، هيك شكرا كتير منيح. وبنفس الوقت ما ضايقنا المشاهد انه يلا كل شوي يطلع له اعلان، يعني حطوا حالكم انتم بمحل المشاهد. انت اذا فتحت فيديو كل شوي يطلع لك اعلان، كل شوي يطلع لك اعلان، بتزهق منه، بتتضايق وبتحمل حالك بتطلع بتشوف فيديو تاني. فما نعمي قلب المشاهد بكثرة الاعلانات، وهيك هيك اصلا هن ما حيحطوا لك غير اعلانين ثلاثه اربعه، يعني اذا حطوا لك هالاربعه بس اربعه لو انت مكتر الفواصل مثلا، فبكفي هيك. بنجي هلا هاي المعلومات طبعا انا جديده ما كنت بعرفها، باقي الاشياء هدول انا بعملهم اصلا. استفيدوا كل شيء من كل شيء اعطاكم اياه اليوتيوب، كل شيء فيه فائده، ما حط لكم شيء هيك يعني عبثا. تمام. هلا بنجي مثلا ل هون، استخدموا شاشه النهايه، بنضغط على شاشه النهايه. شاشة النهاية تستخدموا النموذج اللي انتو بتكون اياه، كيف بتكون تطلع الاعلان مثلا عند تعلنوا عن فيديوهاتكم مثلا، انا بختار عادة هاي. نقرنا نقرتين، نعم استبدال، ومنجي بقى لهون. شايفين بتطلع لكم انه هيك حتطلع بهالشكل، انه هون اعلان هون اعلان واسم قناتكم بالنص. بنعمل انا عادة شو بعمل مثلا، بعمل اخر عملية تحميل، والخيار الثاني الافضل للمشاهد مثلا. في ناس اهتمام، بما انه انا قناتي متنوعة فيها معلومات عامة زائد نصايح زائد طبخ زائد حلويات، يعني كل شيء فيها، فيها كل شيء، مشان اللي المشاهد اللي فايت اللي بيفضل مثلا شيء يفوت على الشيء اللي بيفضله، وعامله بلاي ليست كمان وهيك. هلا بنجي بعدين لهون، خلصنا من شاشه النهايه، خلاص عملنا. اذا هيك انتوا كل واحد مثل ما بيحب بيعمل، بيختار اللي بده. البطاقات، البطاقات هي المربعات الصغيره اللي بتطلع فوق على جنب، طبعا لا تنسوا تعملوا حفظ بكل خطوه بتعملوها، اعملوا حفظ فوق. تمام. مثلا بنعمل إضافة بطاقة، شوفوا كيف بيطلع لكم. انتوا بقى حابين تعملوا مثل استطلاع، ولا تروجوا لقناة أخرى، ولا مثلا فيديو أو قائمة تشغيل، شوفوا حتى قائمة تشغيل حلو هيك، يعني كمان يعني ممكن مثلا نعمل نحنا هيك، شوفوا كيف هون في كلمة التحميلات وهون في قوائم التشغيل،
يعني فيك انت التحميلات تختار اي فيديو من تبعاتك تختارهم، فيك تعمل قائمة تشغيل كاملة. يعني تخيلوا مثلا عنا مثلا جمال طبيعة استراليا، ضغطت عليها هيك فتحملت قائمة كاملة، شايفين كيف قائمة التشغيل هون مختارة انها فيديوهات. وهيك معكم 5 بطاقات تضيفوها، 5 من 5، انا ضايفة كنت 4 عملت وحدة لسه معكم هلا، هي لحالها بتنحفظ، ما في داعي تعملوا لها حفظ. لكن الاغلب انه لا تنسوها مثل شاشة النهاية هون، شوفوا كيف بعد ما عمل بعد ما هي خلصت انا اخترت كذا اعمل حفظ، شايفين كيف لازم تعملوا حفظ بكل خطوة حتى تحتفظ. تفاصيل، شوفوا كيف العرض الأول هلأ مو موجود لأني أنا مالي محملة ال أيوة مالي محملة هلأ لا تنسوا تحطوا الخيار تبع العرض الأول، تمام؟ خيار العرض الأول هذا كتير كتير بيفيد، بيطلع لك مثل اللايف، يعني بتقعد بتدردش فيها مع المتابعين اللي عندك، وبينحسب طبعا المشاهدات وبتنحسب الدقائق اللي فاتوا لعندك فيها. وفيك وحط كمان تعليق مثبت، فيك تروج كمان في لفيديو آخر من فيديوهاتك الناجحة تحت هالتعليق المثبت. كتير كتير هي الخطوة مفيدة وفادتني. وبس يعني انه كل شيء بيعطيكم يا اليوتيوب استفيدوا استفيدوا منه. بتحطوا طبعا من العنوان الفيديو مثل ما انا حاطة هون، الهاشتاجات لا تنسوها دائما، حطوا معكم 3 هاشتاجات تحطوها مثل ما انا هون مثلا حاطة، وبتحطوا بعدين صندوق الوصف المعلومات اللي انتو بتكون ضيفوها ولا تحطوها ولا هيك. ما لا تنسوا، ونسيت لكم كمان هون الكلمات المفتاحية، الكلمات المفتاحية انه تحطوا هون العلامات الدلالية انه شو بتكتبوا الشيء وبتعملوا انتر، بتكتبوا الشيء انتر اي شيء بتكون يا مثلا الصيام، صيام الطبي، صيام الماء، يعني المعلومات اللي بتحطوها. وبنعمل حفظ لا ننسى، هل هو للاطفال ولا ليس للاطفال؟ لا لا ليس للاطفال طبعا، المحتوى ليس مخصصا للاطفال، هاي كتير مهمة كتير مهمة تعملوها كمان. وبس نخلص كل خطوة بنعمل حفظ، لكن انه استغلوا اي شيء بيحط لكم اياه اليوتيوب، لو ما بيفيدكم ما بيحط لكم اياه، تمام؟ لا يعني لا توفروا شيء على حالكم، كله استخدموا. وصوره تكون تجذب المشاهد، حطوا صوره تجذب المشاهد، الوان تكون هيك حلوه يعني وتلفت النظر، وعملوها على البرنامج اللي انتم المونتاج اللي انتم عم تعملوا فيه، العنوان يكون يجذب كمان، ويا ربي بالتوفيق. وتابعوا لان اي اهم شيء شفتوا هلا الحفلات خلص والبث المباشر والكذا اللي كان في تبادل اشتراكات انحذفت هلا هاي القصه، ففيكم انتم هلا شو يعني شوفوا على قسم التعليقات عندكم بالكومنتات، انتم من هون بالتعليقات وشوفوا جاوبوا الناس اللي انتم عندكم ياهم، واذا عجبكم تعملوا لهم قلب كتير، هذا القلب على فكرة بيشجع يعني. وفوتوا تابعون شوفوا لهم شو نزل عندهم بالأخير، مثل ما هن شافوا لكم انتو كمان فوتوا شوفوا لهم، خصوصي هلأ نحن ببداياتنا وهيك، يعني كلياتنا محتاجين لبعض وكلياتنا بنكبر مع بعض، هدول بصراحة أولى من أي حدا مشترك عنا. ما في وقت نضيعه على أكمالة عدد بس انه مجرد يعني حطوا لي رقم انه اشتركوا عندي، حتى اليوتيوب ما بيعتبرها هي، تمام؟ فهي كانت أهم المعلومات اللي أنا يعني شخصيا حتى استفدت منها وعملتها، مثل ما قلت لكم في معلومات جديدة حبيت شارككم فيها هلأ وشاركتكم فيها. وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.